الرباط، شرطية تقع في شر أعمالها ومديرية الأمن تتحرك. ستخضع موظفة شرطة تعمل بولاية أمن الرباط لبحث إداري بسبب ارتكابها لأفعال مخالفة للقانون ولتجاوزات تمس بصورة موظف الأمن الوطني، وذلك بحسب ما أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني. وكانت موظفة الشرطة المعنية قد ظهرت في تسجيل فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بصدد ارتكاب عنف في حق العاملين بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة سلا، ما جعل مصالح الأمن الوطني تتفاعل معه بسرعة وجدية. وبحسب البحث الذي باشرته المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تبين أن وقائع هذا الفيديو شكلت بالفعل موضوع مسطرة قضائية أنجزتها مصالح منطقة أمن بطانة تبريكيت بمدينة سلا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بتاريخ 13 فبراير الجاري.